السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو المواد الحافظة. طبعا المادة الحافظة تمنع نمو البكتيريا والفطريات داخل المنتج، لذلك لابد أن نستخدم المادة الحافظة أو أن تكون المادة الحافظة مناسبة للبي اتش في المنتج. راح أتكلم اليوم عن أشهر المواد الحافظة اللي كثير يستخدمها، ولكن من الضروري أن نرجع للموقع أو الشركة اللي اشترينا منه المادة الحافظة، لأن نسب الاستخدام تختلف من شركة إلى أخرى، ويكون غالباً في وصف المنتج مكتوب نسب الاستخدام ومعلومات عن هذه المادة الحافظة، هل هي مائية أو لا مائية، كثير معلومات لابد أنكم ترجعوا لها قبل استخدام المادة الحافظة، لأن حتى لو كانت تحمل نفس الاسم قد تكون التراكيز مختلفة من شركة إلى أخرى. طبعا هذه المادة الحافظة بيونكسي اثانول من ميستيك مومنت. ما يميز هذه المادة الحافظة ان البي اتش واسع من 4 إلى 10، تستخدم في المنتجات المائية واللامائية، تستخدم من 0.5 إلى 1%، وطبعا توضع في درجة حرارة 140 فهرنهايت. في معلومة مهمة ان عند وضع المادة الحافظة في درجات حرارة عالية وغير مناسبة تنتهي فعالية هذه المادة الحافظة. من عيوب هذه المادة الحافظة إنها ضعيفة الطيف. ضعيفة الطيف يعني المادة الحافظة ضعيفة. النوع الثاني هو الجيرمابين. الجيرمابين يستخدم من 0.5 إلى 1%، وتستخدم غالبا في المنتجات المائية، وهي أيضا واسعة الطيف وتستخدم في بي اتش من 3 إلى 8. ثالث مادة حافظة وهي الإبتوفين. طبعا هذه المادة الحافظة جدا ممتازة، تستخدم من 0.5 إلى 1%، أيضا واسعة الطيف، تستخدم أيضا في المنتجات المائية واللامائية، اللي هي في المنتجات المائية مثل اللوشنات والكريمات وجميع مستحضرات العناية في البشرة، أيضا في المنتجات اللامائية أو اللي هي المنتجات الزيتية مثل المقشرات، من أشهر المواد الحافظة وأكثرها فعالية. طبعا المواد الحافظة أنواعها كثير، ولكن أنا اختصرتها لكم في أشهر المواد الحافظة واللي يمكنكم استخدامها في صناعة مستحضرات العناية في البشرة. فعند المقارنة بين الأبتوفين والفينوكسي إثانول، الأبتوفين البي اتش من 4 إلى 8، أما الفينوكسي إثانول فهي من 4 إلى 10. أيضا هذه المادة واسعة الطيف وهذه ضعيفة، الفينوكسي إثانول ضعيفة الطيف، الأبتوفين تستخدم في حرارة أقل من 160 فهرنهايت، والفينوكسي إثانول تستخدم في حرارة أقل من 140 فهرنهايت. استخدام المواد الحافظة أمر ضروري عند صناعة مستحضرات العناية في البشرة. المادة الحافظة وحدها لا تكفي للحفاظ على المنتج إذا أهملنا في تعقيم الأدوات. ضروري تعقيم الأدوات والعلب ومكان العمل. أما وضع المادة الحافظة في منتج تم تصنيعه في بيئة غير معقمة، راح يتعفن المنتج حتى لو فيه مادة حافظة. صلاحية المنتجات بعد المادة الحافظة هي 6 أشهر. Thank you.